انترنت ميدل ايست ومعنا عم نحكي مع الاخ مشعل القرقاوي. انا كاتب عمود مرتين في الاسبوع اكتب في الجلف نيوز بخصوص الامور الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، مقال تحليلي يعني للامور المعيشيه. ماشي. سؤال جيد جوا انه هل في استقبال من الشعب؟ في انت شو برايك، انت كيف بتجاوب هذا السؤال؟ استقبال من اي جهه؟ من الشعب انه للسوشيال ميديا. انا اعتقد الجهات بالنهايه في الشعب يعني تطلعات الاستخدامات التواصل الاجتماعي بترتفع في حال ان شافوا ان مثلا في فائده معيشيه، اللي يسمونها بالانجليزي سوسيو ايكونوميك نيدز. يعني هل اذا انت في حال وجدت ان انت ممكن عن طريق التواصل الاجتماعي تخلص لك موضوع معامله، تحصل لك ابديت على والله مثلا عندكم مثلا اعمال بنيه تحتيه في المنطقه متاخره، انترنت، خدمات المجالات الخدميه يعني مثل ما يقولون، فمن واحد يوصل الى هاي الفائده المرجوه ممكن استخدامه يزيد مثل ما قال الاخ. لكن ما دام الاستخدام بيكون يعني والله تواصل ومعلومات فقط واعلام، اعتقد العلاقه استخدام التواصل الاجتماعي كاداه لتطوير العلاقه بين الحكومات وبين الشعوب بتكون متدنيه. نحن اخر مره حكينا قلت لي انه صرت تحب تويتر اكثر من فيسبوك. نعم. لسه هيك؟ لسه تويتر ولا انا والله فيسبوك بس احط فيه مقالاتي، بس انا استخدم تويتر اكثر عنه. اكثر. هي. تويتر اداه تواصل. شو موقفك من كذا، تبغى تتكلم عن كذا، ناس تبغى تعرف فلان يتكلم عن شو. الفيسبوك اعتقد الشيء اللي هو قوي فيه ولا احد ممكن ينافسه فيه موضوع النقاش اللي يسمونها الجروبس. هاي المجموعات اللي هي في النقاش تكون جدا يعني ما ممكن تسوي اللي تسويه انت على تويتر عليها، لان تويتر يكلم ويرجع يرد عليك، ويرجع واحد يرد عليك، مثل ما يقولون باللهجه الخليجيه يضيع الطاسه يعني موضوع يضيع. لكن في الفيسبوك تلاقي ملاحظه بعد ملاحظه بعد ملاحظه، فيكون في استرسال يعني، ففي استخدام لهذا وفي استخدام لهذا. انا شخصيا يعني حاجتي او استخداماتي انا يعني الاقيها في تويتر. وهلا المؤسسات الحكوميه والهيئات الحكوميه حسب كل يعني كيف انت تنصحهم يستخدموا، كيف تنصحهم، كيف انت بتشوف احسن طريقه يستخدموا الشبكات التواصل؟ إذا موضوع يبغون فيه استفتاءات، يبغون يحسون العالم كيف حاسه وكذا، أعتقد الفيسبوك أفضل. إذا الموضوع إنه والله يعني إعلام وكان في أخبار وفي مثلاً أبديت مثل ما يقولون، تويتر أفضل. يعني حتى لاحظنا صاحب السمو الشيخ حامد بن راشد لما كان يفكر إنه ممكن يقدم السنة الدراسية بعد رمضان السنة الماضية، قام في الموضوع على فيسبوك وأخذ مجموعة أجوبة كانت كبيرة. واخذ قيم، هو شاف الاكثر وين، وعقب اخذ قرار يعني بعد ما عمل مثل ما يقولون ماركت ريسيرش. ففي هالامور الفيسبوك يكون افضل يعني. بحب اشكركم على مجهودكم وما شاء الله يعني مؤتمر طيب، ونتامل ان شاء الله يكون سنوي.